ودائما بمناسبة عيد الفطر وعقب زيارة تفقدية والتي قام بها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف لعدد من المستشفيات لتهنئة العاملين والمرضى خاصة فئة الأطفال بحلول العيد، أكد خلال الزيارة بأن الطواقم الطبية بمختلف المستشفيات في الوطن متعودة على المداومة يومي العيد وفي طيلة أيام السنة، وهو ما يجعل أبواب المستشفيات مفتوحة في كل الأوقات لاستقبال المرضى. التغطية كانت لطارق دريتي. المداومة موجودة ورايحين تكونوا حاضرين وتشوفوا، والناس موجودة والحمد لله. الناس في المنظومة الصحية تعودت على الشيء هذا، وأنا دائما نقول بأن المؤسسة الاستشفائية هي المؤسسة الوحيدة اللي ما عندهاش حق تغلق لحظة، البيبان تاعها مفتوحة 24 ساعة على 24 ساعة طالما أن هناك حياة في المؤسسة الاستشفائية مفتوحة. وبخصوص توفير الرعاية الصحية لحجاجنا الميامين، أكد بوضياف أنه تم إرسال 115 طبيبا وطبيبة ضمن البعثة الطبية الموزعة على مكة والمدينة، وهذا لضمان رعاية صحية للحجاج الجزائري. والآن احنا التغطية نتاع العدد نتاع الحجاج نتاع الأطباء نتاعنا اللي يمشيوا للحج مخلطين نساء ورجال، والعام هذا العدد نتاع النساء ارتفع، وهذا بأمر من فخامة رئيس الجمهورية وبتأكيد من دولة الوزير الأول سعد الملك سلال. عندنا 115 إطار من أطباء وممرضين عن الطاقم الطبي. الدواء تم شراء الدواء كله راح يكونوا مرافقين للحجاج خلال الرحلات نتاعهم، وراح يكونوا أيضا اللي عندنا عدة مستشفيات وعدة نقاط اللي تشرف على الصحة نتاع المرضى نتاعنا في الجزائريين في البقاع.